أهلا بكم إلى نشرة الأخبار عبر قناة سما الفضائية، أبدأها بالعناوين. المقررة الأممية إلينا دوهان: الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا ترقى إلى جرائم حرب ويجب رفعها فورا. إيران تطور أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت. الدفاع الروسية: مقتل 160 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة ومروحية وتسع طائرات مسيرة. أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان أن الإجراءات القسرية التي تفرضها بعض الدول على سوريا ترقى إلى جرائم الحرب، مشددة على وجوب رفعها فورا. وفي ختام زيارتها لسوريا قالت دوهان إنها صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل وواسع النطاق للعقوبات القسرية على الوضع الإنساني في سوريا، وأوضحت أن الكثير من السوريين بسبب هذه الإجراءات يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أنه مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو مع تضررها بشدة. وبينت دوهان أن الإجراءات الأحادية تسببت في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، محذرة من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري. أعلنت الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتشرف عليها قوات الاحتلال الأمريكي تستخدم آلاف اللاجئين السوريين دروعا بشرية في مخيم الركبان بمنطقة التنف بريف حمص الشرقي. زمنهم ولى وكذبهم فضح ومشغليهم يدفعونهم للانتحار، هكذا وضع الله كيدهم في نحرهم، فماذا هم فاعلون؟ عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي مخيم الركبان، مخيم معاناة عشرات الآلاف من السوريين المهجرين من ديارهم نتيجة الأعمال الإرهابية. المخيم الذي لطالما تاجرت صحف ومواقع أعداء سوريا بمعاناة قاطنيه، لكنها كانت تتلخص بالنحيب وسرد الكلام دون تحقيق مطلب واحد يخفف معاناتهم ويحرك صمت جمعيات حقوق الإنسان المطبق. لكن الدولة السورية أرأف بأبنائها، فبعد قرار تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وبدء توافدهم إلى الأراضي السورية، يبدو أن الإرهاب وأدواته المتعددة الأسماء لم يكتفوا من المتاجرة بآلامهم لتجعل الآلاف منهم تحت الضغط والترهيب. بيان صحفي لنائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا أوليك إيغوروف، وفي البيان تأكيد أن المجموعات الإرهابية التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز آلاف اللاجئين السوريين في مخيم الركبان وتستخدمهم دروعا بشرية في ظل ظروف مأساوية وحاجة ماسة إلى الطعام والماء والرعاية الطبية. مزيد من تفاصيل المعاناة يضيء عليها البيان: ابتزاز لدفع مبالغ مالية ضخمة للسماح لهم بمغادرة المخيم، تجويع، إرهاب وتنكيل ومختلف سبل اللا إنسانية بإشراف قوات الاحتلال الأمريكي الواضح بعد رفض إدارة. تمت تسوية أوضاع عشرات المطلوبين في منطقة النشابية وما حولها بريف دمشق، وذلك بعدما شهد مركز التسوية في مبنى بلدية النشابية إقبالا جيدا من المطلوبين المدنيين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش. هذا وبدأت في 25 من الماضي عملية تسوية أوضاع المطلوبين في عدد من بلدات وقرى الغوطة الشرقية: عدر البلد، النشابية، عربين، كفر بطنة، سقبة، عين ترمى وزملكة، وذلك في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها سوريا.
جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة ريف أبو راسين شمال غربي محافظة الحسكة. وحتى صباح اليوم استهدف القصف قريتي تل الشعير وخربة الورد، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية. يأتي القصف لليوم الرابع على التوالي بعد أن أصاب أمس قرى أم حرملة ودادا والنويحات والربيعات وتل الورد. أصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين. وقالت مصادر أمنية ومحلية إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من جنين وحاصرت منزلا واعتقلت من بداخله، وكان بداخله الشاب صدقي محمد مرعي. بالمقابل قالت سرايا القدس كتيبة جنين إن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة. أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب عن إحباط مخطط لتفجير إحدى منشآت الصناعات الجوية في أصفهان. من جانب آخر أكد قائد الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة أن بلاده طورت أول صاروخ فلسطيني محلي أسرع من الصوت. حاجي زادة بيّن أن الصاروخ الجديد سيمر عبر جميع أنظمة اختبار الدفاع الصاروخي وأنه حل لتدمير أنظمة العدو المضادة للصواريخ، كما يمثل قفزة كبيرة في إنتاج الصواريخ. وقبل أيام أزاحت الدفاع الإيرانية الستار عن الصاروخ صياد B4 بعيد المدى الذي يحتوي على وقود صلب، وتم تقييمه عملياتيا بالكامل لأول مرة. نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر العمل القتالي لمروحيات K-52 أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. هذا وتدمر المروحيات المعدات المدرعة والمنشآت التابعة للوحدات الأوكرانية، كما ترافق القوافل العسكرية وتعمل على نقل أفراد قوات الإنزال الروسية والدعم الجوي للوحدات البرية. وفيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة جو بايدن لن تمنح أوكرانيا طائرات مسيرة متطورة، أعلنت الدفاع الروسية مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة من نوع SU-25 بالإضافة إلى مروحية وتسع طائرات مسيرة خلال يوم واحد فقط. أحبطت القوات الروسية محاولة هجوم أوكراني على محور كرانسني ليمان بدونيسك، وتم القضاء خلالها على نحو 70 عسكريا أوكرانيا. كذلك تم القضاء على أكثر من 90 عسكريا ومسلحا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك، ودمر الجيش الروسي ثلاث محطات رادار في دونيسك ونيكولايف وخيرسون، فيما تم استهداف موقعين لقيادة قوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب. قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه مع استقرار خطوط الجبهة الأمامية في أوكرانيا قد تكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات بغرض إنهاء الصراع بين كييف وموسكو. بالمقابل شككت سلطات كييف بإعلان روسيا سحب قواتها من خيرسون، مشيرة إلى أنها تتوقع استمرار القتال للسيطرة على هذه المدينة الكبرى. في الحرب لا يوجد جيش رابح في كل النزالات التي يخوضها، معارك تكون لصالحه وبعضها ضده. رغم تقدم الجيش الروسي على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا وإحرازه النجاح في معظم المعارك، موسكو تتوصل إلى استنتاج بأنه قبل كل شيء من هذه العمليات الميدانية يجب الحفاظ على حياة كل جندي روسي
وأيضا حياة المدنيين في خيرسون التي كانت أولى الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. لذلك قررت سحب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو كخطوة لتنظيم خطوط الدفاع على حدود النهر. الجيش الروسي في ظل كل الخطوات التي يتخذها لحماية الأرواح البشرية، فهو لم يتوقف عن مقاومته الناجحة في صد محاولات الهجوم التي تشنها القوات الأوكرانية، كما أن القدرات القتالية للتشكيلات والقوات الروسية زادت بصورة ملحوظة ولا سيما بعد عملية التعبئة وإنشاء الاحتياط. الأحصائيات تشير إلى أن خسائر الجانب الأوكراني بلغت أكثر من 9500 شخص بين قتيل وجريح خلال الهجمات على محور خيرسون في الفترة من شهر آب حتى تشرين الأول. هذا ليس كل شيء، فالقوات المسلحة الأوكرانية فقدت أيضا أكثر من 200 دبابة و500 مركبة قتالية مدرعة ونحو 600 مركبة تستخدم لأغراض متعددة وأكثر من 50 قطعة مدفعية وهاون، وكذلك قمع جميع محاولات العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانيكس وكراسنو ليمانيسكي. وعلى الرغم من أن قرار سيرغي سوروفيكين القائد العام لقوات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم يكن سهلا بحسب تعبيره، لكن هذا لا يعني توقف تحرير الأراضي وتعزيز النتائج على أراضي الميدان. فالقوات الروسية استأنفت هجومها على محاور عدة في أوكرانيا وتسعى لتحقيق نجاح ملحوظ وسط كل ما يقدمه الغرب من مساعدات عسكرية لأوكرانيا. ومنذ إعلان الكريملين في نهاية أيلول ضم 4 مناطق أوكرانية بما فيها منطقة خيرسون، باتت موسكو تعتبر هذه الأراضي جزءا من الأراضي الوطنية. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستدافع بكل الوسائل عما تعتبرها أراضيها، ولوح كبار المسؤولين الروس صراحة بإمكانية اللجوء إلى أسلحة استراتيجية. فكيف سيكون الرد من الجانب الروسي بعد الاعتداءات الأوكرانية على أراضي الروسية؟ أعلن الأمين العام لحلف الناتو عن حاجة الفضاء الإلكتروني إلى تنظيم قانوني حتى لا يكون مثل الغرب المتوحش كما وصفه. هذا وتم مؤتمر الحلف حول الأمن السيبراني خلف الأبواب المغلقة دون إمكانية الاتصال بالإنترنت واستخدام أجهزة الاتصال المحمولة. لا يشترك منافسون في نفس القيم ويستخدمون التقنيات الجديدة بغض النظر عن حقوق الإنسان أو القوانين الوطنية. واليوم تنشر تهديدات العدوان إلى الفضاء الإلكتروني والتهديد حقيقي ومتزايد، ولهذا السبب فإن العمل المضاد مهم للغاية. لذلك أدعو إلى بذل جهود كبيرة واستثمارات وتعزيز التعاون، وهذا جزء مهم من دفاعنا الجماعي. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن الانتخابات النصفية الأمريكية كانت بمثابة خيبة أمل كبيرة للحزب الجمهوري، معتبرة أن الموجة الحمراء المتوقعة أصبحت هزيلة. هذا وذكرت صحيفة الديلي ميل أن شركات الإعلام التابعة لروبرت مردوخ بدأت بالانحراف بعيدا عن دونالد ترامب لمصلحة حاكم فلوريدا رون دي سانتيس بعد فوزه وإعادة انتخابه حاكما للولاية. بين الديمقراطي والجمهوري تتأرجح الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، ويتأرجح معها بايدن الذي وضع أنصاره على الدوام في موقف الحرج من هفواته وتصرفاته المريبة على المنابر. الديمقراطي الذي يواجه سخط الأمريكيين بسبب التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي، الرئيس العجوز الأكبر سنا على تسلم منصب الرئاسة كما وصفه الناخبون الأمريكيون. وفي الضفة الأخرى من التأرجح الذي يحكم الجو الأمريكي، ترامب الجمهوري الذي اعتبر أن الرئاسة سرقت منه بعد أن زورت الانتخابات يعود ليصف الانتخابات النصفية بالمخيبة للآمال. لم يتضح بعد لمن ستكون الكفة الراجحة في مجلس الشيوخ. الجمهوريون يقتربون من نيل الأغلبية في مجلس النواب. ولايات تعتبر حجر الرحى في النتائج، نيفادا وأريزونا، تستغرق أياما للفرز، يحاول فيها الجمهوريون حصد الأصوات من منافسيهم الديمقراطيين. كان يوما جيدا على ما أعتقد للديمقراطية. لقد أوضح الشعب الأمريكي أن الجمهوريين مستعدون للعمل معي أيضا. بايدن أبدى نيته بالترشح لولاية رئاسية جديدة
والإعلان رسميا يأتي لاحقا بحسب تعبيره الرئيس الأمريكي. وصف أنصار ترامب بأنهم لا يشكلون سوى جزء صغير من أعضاء الحزب الجمهوري. سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ تمنحهم سلطة منع مرشحي بايدن للمناصب القضائية والإدارية. يرى محللون أن السيطرة الجمهورية على واحد من غرفتي الكونغرس تضع خططهم في موقع التنفيذ. خفض تكاليف برامج شبكة أمان الضمان الاجتماعية والرعاية الصحية وجعل تخفيضات ضريبية تم سنها في عام 2017 دائمة وتحديد سقف للدين الاتحادي كورقة ضغط للمطالبة بخفض شديد في الإنفاق وتقليص المساعدات لأوكرانيا. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع بكين لتجنب سوء الفهم والأحكام الخاطئة. تشاو لي جيان أكد أن الصين ملتزمة بتحقيق التعايش السلمي مع الولايات المتحدة، لكن قضية تايوان تقع في صميم مصالحها. الولايات المتحدة بحاجة إلى وقف استخدام القضايا التجارية كسلاح واتخاذ إجراءات حقيقية للدفاع عن دور الاقتصاد للسوق، بينما بكين تعطي أهمية لاقتراح الجانب الأمريكي بشأن إجراء لقاء بين الرئيسين في بالي الإندونيسية حيث تعقد قمة مجموعة العشرين. وفي هذه النشرة مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع تيمة. مساء الخير. مساء الخير هنا. تفضل. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبحث الإجراءات المطلوبة لدعم عملية تسويق الحمضيات باللاذقية. وزير الصناعة يطلع على عمل الشركة العامة للخيوط القطنية وشركات عدة في محافظة حماة. أهلا بكم. ركز اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمر سالم مع مديري الجهات العامة المعنية واتحاد الفلاحين وممثل عن تجار سوق الهال في محافظة اللاذقية على الإجراءات المطلوبة لدعم عملية تسويق الحمضيات، كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية ولقاءات مع الفلاحين. الحمضيات مرة أخرى على طاولة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، والذي ركز خلال اجتماع له مع مديري الجهات العامة المعنية واتحاد الفلاحين وممثل عن تجار سوق الهال في مبنى محافظة اللاذقية، ركز على الإجراءات المطلوبة لدعم عملية التسويق بتكاتف الجهود، مؤكدا أن كل صالة تابعة للمؤسسة السورية للتجارة ستبيع مادة الحمضيات إلى جانب التدخل في أسواق الهال. صار في مطالبات أنه نحن نرخص صيدليات زراعية مباشرة سورية للتجارة، كون تاجر بتقدر ترخص على الأقل بشان تبيع بشي مضمون وبأسعار يعني قريبة من التكلفة. وسبق الاجتماع جولة الوزير على بساتين الحمضيات، التقى فيها عددا من الفلاحين واستمع منهم عن معاناتهم في عملية التسويق وارتفاع التكاليف والغلاء، كما تفقد آلية العمل في مركز الفرز والتوضيب العائد للمؤسسة السورية للتجارة والاستعدادات اللازمة لاستجرار المادة. طلبنا بالسماد فترة السنة الماضية أو القبل، لأن راح السماد من هون وطالبنا أنه هلا فترة السقعة اللي كانت قوي أسرت على الليمون. هلا هذا البستان شفته ناجح لسبب أنه صاحبه تعب عليه واشترى له سماد. نطلب أنه يكون فيه أدوية صحيحة وغير فاسدة وغير منتهية الصلاحية منشان يبقى الموسم سليم وصحيح ونسلمه للسوري للتجارة يكون ذو يعني يكون له ميزات نوعية جيدة. جولات متكررة يأمل المزارع من خلالها أن تنعكس بالإيجاب على تحسن واقع الحمضيات وأسعارها والتي باتت عبئا كبيرا على المزارع. من اللاذقية باسم عباس، قناة السما الفضائية.
وضعت وزارة المالية فرع المصرف العقاري في منطقة باب جنين بحلب بالخدمة بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وترميمه جراء الأضرار التي لحقت به بسبب الأعمال الإرهابية وتوقفه عن العمل لمدة 10 سنوات. بعد إعادة تأهيله وصيانته نتيجة تضرره بفعل العصابات الإرهابية المسلحة منذ أكثر من 10 سنوات وبهدف تخفيف الضغط عن فروع المصرف العقاري في مدينة حلب، افتتح وزير المالية الدكتور كنان ياغي المصرف العقاري في منطقة باب جنين وسط مدينة حلب. عم نفتتح أهم فرع في مدينة حلب اللي هو فرع باب جنين اللي كان من أهم وأكثر الفروع يعني من ناحية تقديم الخدمات للناس، من ناحية موقعه الاستراتيجي بقلب حلب وقلب حلب القديمة اللي في فعاليات تجارية كبيرة. فرع من أهم الفروع في سوريا، كان قد تعرض للدمار والخراب أثناء الحرب الظالمة على سوريا، وبنفس الوقت نحن الآن جولة بفرع العزيزية للوقوف على مشاكل الفروع والتحديات والصعوبات وبالتالي ما يمكن أن يقدم لهذه الفروع. يعد المصرف العقاري في باب جنين من أهم فروع المصرف العقاري بحلب، والذي يعد من أكثر الفروع التي تقدم الخدمات المصرفية للمواطنين، كونه يتوسط الكثير من الفعاليات التجارية وأسواق المدينة القديمة، وهو الثالث في حلب مع فرعي المصرف بالعزيزية والجامعة. البنك العقاري فرع حلب من أهم الصروح الحضرية في محافظة حلب، وكما هو معروف المصرف العقاري هو مؤسسة مصرفية خاصة بتمويل كافة القطاعات المصرفية. يقوم المصرف العقاري بتقديم خدمات شتى وعديدة بالإضافة إلى منح القروض وعمليات التحويل. تم افتتاح مقر فرع ثاني للمصرف العقاري فرع باب جنين، وافتتاح هذا الفرع الكبير أكيد راح يؤدي لتسهيل خدمة المواطنين. صار بإمكان المواطنين يروحوا على فرع العزيزية وفرع باب جنين وبالفرعين يقومون بتقديم كافة الخدمات. هذا ويتم بذل المزيد من الجهود لتأمين الصرافات الآلية لمواكبة متطلبات العمل من خلال الصيانة اللازمة وتأمين نقاط البيع كبدائل عن الصرافات الآلية. تمكن عمال وفنيو الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة من إعادة تأهيل 4 آلات تدوير، الأمر الذي وفر ملايين الليرات. وزير الصناعة بدوره اطلع على عمل الشركة وشركات عدة في محافظة حماة، كما بحث خلال اجتماع مع ممثلين عن القطاعات الصناعية في المحافظة أهم الصعوبات التي تواجه العمل الصناعي في القطاع الخاص. عرض صناعي حماة عددا من القضايا والمطالب تضمنت تخفيض الفوائد على القروض بشكل عام وقروض الطاقة البديلة بشكل خاص وقلة الكميات المستلمة من مادة المازوت، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الصناعة. وأشار خلاله إلى أن الوزارة تعمل على تعديل المرسوم 52 لتعزيز دور القطاع الصناعي. النقطة الأساسية هي اطلاع على الجهود المبذولة في شركة غزل الخيوط القطنية في حماة، كون قاموا بإعادة تأهيل مجموعة من الآلات دمرها الإرهاب وعادتها أيدي وطنية سورية بامتياز إلى العمل وللخدمة وبمواصفات عالية. طبعا لاحظنا من خلال هذه الجولة أن هنالك جهود طبعا جبارة تبذل من قبل إدارات وعاملي وفني هذه الشركات على إعادة تأهيل الشركة التجهيزات والآلات المتوقفة وبجهود طبعا محلية وبخبرات محلية، وبالتالي من أجل استغلال هذه التجهيزات بالطاقات المتاحة. الجولات الميدانية إلى معامل عدة في المحافظة كانت الخطوة التي تلت لقاء الصناعيين، وأبرزها الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة والتي تمكن عمالها من إعادة تأهيل 4 آلات تدوير بتكلفة 700 مليون ليرة، بينما تبلغ كلف هذه الآلات الحقيقية نحو 7.5 مليار. نقوم على استلام الأقطان المحبوبة من الأخوة المزارعين، بلغت كميات المسوقة للمحلج حتى تاريخي 4350 طن. العمل بالمحلج يتم بوردية واحدة حاليا. من أنتج الخيط الصوفي يلي بيروح معظمه على شركات السجاد، معمل دمشق ومعمل السويداء، بإضافة منخدم القطاع الخاص، معامل السجاد القطاع الخاص. بدنا يطبقوا لنا نظام الحوافي، ايه بدنا الإضافي، بدنا مكافأة، يعني عم نتعب نحن وغبرة ومنتعرض لكثير يعني أمرا. نطلب إنه تجينا مكافآت على هالأتعاب اللي عم نتعبها، وبالنسبة للمعونات إن نقاباتنا تعيد النظر فيها. بتمنى ينفتح موضوع الاستقالات لأنه صارت أعمارنا فوق 50،
ولحد الآن ما في موافقات لا استقالات ولا شيء. هذا وحققت الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد في حماة منذ بداية العام الجاري ولغاية تشرين الأول الماضي مبيعات بقيمة تتجاوز 2 مليار ليرة ناتجة عن تسويق سجاد صوفي وغزول صوفية. واقع المنطقة الصناعية في يبرود والمشاكل والصعوبات التي تعترض الصناعيين فيها بالإضافة لإحداث منطقة صناعية وتوسعة جديدة كانت محور الجولة الميدانية لمحافظ ريف دمشق. منشآت صناعية وحرفية متنوعة تتوزع على 300 مقسم هنا في المنطقة الصناعية والحرفية في مدينة يبرود بريف دمشق، وبهدف المتابعة الدؤوبة لمجمل القضايا الخدمية والصناعية والاقتصادية كانت جولة محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدة الذي التقى عددا من أصحاب المنشآت الصناعية واستمع إلى مطالبهم التي تركزت على تأمين الكهرباء والمازوت الصناعي وتوسيع المنطقة بمقاسم جديدة. من أقدم المناطق الموجودة في المحافظة من سنة 1980 تحتوي على العديد من المنشآت الصناعية، ما يتعلق بالمنشآت الكيميائية، المنشآت الهندسية، المنشآت النسيجية وخلافه. مشاكلنا كثيرة، أهم شيء مشكلة الكهرباء، يعني كانت لشهر 7-8 ممتازة، وردية واحدة عم تجينا من 8-4، صار انقطاعات وهي الانقطاعات بتسبب خسائر كثيرة للصناعي، يعني ماكينات البلاستيك بتتحميها ساعة بترجع تبرد ترجع تحمى، يعني ما بطلع الواحد معاشات ولا معاشات عماله. المشاكل الأولى اللي موجودة عندنا مثلا بمنطقة يبرود إنه هاي منطقة صناعية، الكهرباء مثلا لازم تجي من 8-4، عندنا نهار السبت ترددية. طب نحن في عندنا خط شعر، خط الشعر هذا بيحتاج إلى تحمية لمدة 2 ساعة، بقلع الساعة 8 الساعة 10 طفيت الكهرباء، طفيت لمدة ساعة مثلا، لمدة ساعة معناته بدي 2 ساعة تانيين معناته راح النهار. طب أنا في عندي 10 عمال، العشر عمال الموجودين على خط الشعر هدول أجورهم عالية جدا. المنطقة الصناعية في يبرود تأسست منذ عام 1972 وهي مستثمرة بالكامل، وهذا ما استدعى المطالبة بإحداث منطقة صناعية جديدة أي توسع للمنطقة القديمة، علما أنها ملحوظة بالمخطط التنظيمي لمدينة يبرود، وخاصة أن مرسوم التوزيع الإجباري قيد الإصدار. معظم المناطق حاليا كلها قائمة ومستثمرة، طبعا في عنا دراسات كمان لإحداث مناطق جديدة بحيث أنه تغطي المحافظة وتوسعة لمناطق جديدة، وفي عنا قرارات إحداث لمناطق صناعية جديدة. المنطقة الصناعية بيبرود، المنطقة الصناعية الجديدة توسع للمنطقة الصناعية القديمة، تبلغ مساحتها تقريبا 61 هكتار، فيها 615 مقسم تشمل على جميع الصناعات، ثقيلة خفيفة غذائية. كما عقد اجتماعا موسعا مع الصناعيين والحرفيين في يبرود لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والتي بحاجة إلى مزيد من الدعم والحلول السريعة. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع هنا. شكرا تيما. توجت الطفلة السورية شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي تقيمه دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته 6 لهذا العام. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟ بالطبع لا، لا يحتاج العشق لمزيد من الإيضاح، فعندما يقوم أحد بخطف قلبك تصبح محبتك له من المسلمات. هذا هو حال خاطفة قلوب العرب، ابنة 7 سنوات التي استطاعت أن تأسر قلب متابعيها بعدما تربع اسمها المنصات والمحطات الإعلامية. شاركت من 7 تحدي القراءة وعرضت علي بالكثير من الفائدة. شام البكور من حلب الشهباء
إلى قمة المطالعة في الإمارات العربية المتحدة، خاضت غمار التحدي ونافست بذكائها وتفوقها وفصاحتها لتتغلب على أكثر من 61 ألفاً من نظرائها المشاركين، وتحظى بالفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي أقامته الإمارات العربية المتحدة بنسخته السادسة هذا العام. بطل تحدي القراءة العربي للعام 2022، صاحب اللقب الغالي من بين أكثر من 22 مليون طالب وطالبة، هي شام البكور من سوريا. تعتلي شام المنصة متوجة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بلقب تحدي القراءة العربي بعد موسم استثنائي والأكبر في تاريخ التحدي، الهادف إلى بناء جيلا متمكنا بالقراءة والمعرفة وتعزيز مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلوم والآداب والإنتاج المعرفي. كان عندك الاهتمام، ولن ينشأ فيك الاهتمام إلا إذا كان ثمة حب، فاستزرع حب القراءة في قلبك وسيأتيك بعد ذلك كل ما تجوه من شغف وفائدة. تكاد شام توحي لك بأنك تخاطب طفلة بعمر رجل سبعيني لا غبار يعلو رفوف مكتبته. الطفلة الصغيرة نهلت إلى الآن من 70 كتابا وفازت بالتحدي على مستوى سوريا، أزهرت حياتها من وسط المعاناة ونبتت أملا من بين الأنقاض بعدما نجت عندما كانت رضيعة من حادث تفجير أودى بحياة والدها، لتكون الطفلة المعجزة حكاية بحد ذاتها. أنا سميتها شام، أنا اللي سميتها لأنه هي شام عن جد كل العالم بتحبها، هي حملت اسمها ومن هلا كل العالم بتحبها. لنصرة العلم والمعرفة في مختلف ميادين الوطن العربي، تفخر شام بتمثيل سوريا في أول مشاركة لها في تحدي القراءة العربي منذ انطلاقته، وتعتبر أن التحدي سبب أساسي في صقل مهاراتها القرائية ومعارفها، فضلاً عن تعزيز ثقتها بنفسها في هذه السن الصغيرة. ما شاء الله، مبارك لشام ولسوريا. متلازمة القلب المنكسر هي حالة مؤقتة تحدث نتيجة التعرض لموقف محزن، يشعر المصابون بها بألم في الصدر ما يجعلهم يظنون أنهم يتعرضون لأزمة قلبية، وعند حدوث متلازمة القلب المنكسر تحدث عرقلة مؤقتة في وظيفة القلب بينما تعمل بقية وظائف القلب الأخرى طبيعياً أو بانقباضات أقوى من ذي قبل. متلازمة القلب المنكسر حالة قلبية مؤقتة غالباً ما تنتج بعض المواقف المسببة للتوتر والعواطف الشديدة، يمكن أن تحدث نتيجة مرض جسدي خطير أو جراحة خطيرة. قد يشعر المصابون بمتلازمة القلب المنكسر بألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية، وتؤثر متلازمة القلب المنكسر على جزء فقط من عضلة القلب ما يعطل وظيفة الضخ الطبيعية للقلب مؤقتاً، وتواصل بقية أجزاء عضلة القلب عملها الطبيعي أو قد يحدث تقلص أو انقباض أكثر قوة. لا يعرف بشكل واضح السبب الدقيق وراء الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر. يعتقد أن طفرة من هرمونات الإجهاد مثل الأدرينالين قد تضر مؤقتاً عضلات القلب لبعض الأشخاص، ومن الوارد أن يؤدي انضغاط ضيق مؤقت في شرايين القلب الكبيرة أو الصغيرة دوراً في الإصابة. وغالباً ما تكون متلازمة القلب المنكسر مسبوقة بحدث بدني أو عاطفي شديد، فعلى سبيل المثال مثل نوبات الربو أو عدوى فيروس كوفيد-19 أو الخضوع لعمليات جراحية كبيرة أو انكسار العظم إلى متلازمة القلب المنكسر. لا توجد إرشادات تقليدية لعلاج متلازمة القلب المنكسر، لكن العلاج المتبع يشبه علاج الأزمة القلبية إلى أن تتضح نتيجة التشخيص، وقد يصف الطبيب أدوية للقلب. هناك احتمال ضئيل لتكرار حدوث متلازمة القلب المنكسر مرة أخرى بعد أول نوبة، ولا يوجد علاج أكيد للوقاية من حدوث مزيد من النوبات الإضافية، ومع ذلك يوصي العديد من الأطباء بالعلاج طويل الأمد بحصيرات بيتا أو أدوية مشابهة لمنع الآثار الخطرة المحتملة التي تسببها هرمونات الضغط النفسي على القلب.
وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. المقررة الأممية إلينا دوهان: الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا ترقى إلى جرائم حرب ويجب رفعها فورا. إيران تطور أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت. الدفاع الروسية: مقتل 160 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة ومروحية وتسع طائرات مسيرة. إلى اللقاء.